بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آسف جدا، أمس حصلت على إنذار كالعادة. طبعا إحنا الواحد المفروض يغير اسمه بالإنذارات، المفروض يصير اسمه يعني. فللأسف إنذار وقدمت اعتراض ولم يقبل الإنذار. المشكلة إخواني الكرام إنه مقطع من 4 سنين، تخيلوا من 4 سنين الآن يحذفون لك ويعاقبونك عليه. فصراحة هذه سياسة أنا أعتبرها يعني غريبة من اليوتيوب. وللأسف اليوم يعني أمس إنذار وقدمت اعتراض ورفض الإنذار، اليوم بعد جاني إنذار ثاني وأيضا مقطع من 4 سنين تقريبا أو 3 سنين ونص. صراحة غريبة جدا يعني، قاعدين على قولتهم يحفرون في الماضي. فمضطر إخواني الكرام يعني اسمحوا لي، راح نستمر في نشر المقاطع هنا في قناة المجتمع 2، ويا ريت جزاكم الله خير انكم تبلغون الأحبة والأصدقاء ان احنا لمدة اسبوع راح نكون في قناة المجتمع 2. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا اقول لكم صراحة والله كل ما يجيني انذار احس فعلا ان احنا المسلمين ضعاف، احس ان احنا عاجزين، احس ان احنا لا حول ولا قوة الا بالله، يعني يتم التحكم بنا، ولكن لا حول ولا قوة الا بالله، هذا هو المتاح حاليا يعني. فجزاكم الله خير على المتابعة، وانا اسف جدا تعبتكم معاي، لكن القنوات الستة اللي انشأتها هذه مش عبط، ما انشأتها الا من كثر ما احنا ملاحقين من قناة لقناة. الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل، واسف جدا اخواني الكرام مرة ثانية تعبتكم معاي، ويعطيكم العافية.